قصة أليسار هي قصة كل امرأة لبنانية، كل ست عم بتعاني من جراء قانون الجنسية المجحف بحق النساء. أليسار وكل النساء كل يوم هيدا الإجحاف وهيدا المعاناة وهيدا الانتهاكات عم تمرق بحياتهم كل يوم هن وأسرهم وأولادهم. يمكن شفناهم بخطوط وألوان وشفنا شو عم بتعاني إن كان بالمستشفى أو بالمدارس أو بالجامعات أو خلال الذهاب للضمان الاجتماعي وغير وغير والعمل والمزاولة المهن، ولكن بالحياة العادية مش هالقد الحياة عم بتكون ملونة وفينا نتقبلها نحن وعم نحضر حياة أليسار. هي حياة معاناة يومية من جراء هيك قوانين. القصة مش قصة جنسية وهوية، القصة قصة مواطنة من جراء انتهاك هيدا الحق بالجنسية عم بيكون تداعياتها على كافة الحقوق، يعني حقوق اللي هي أساسية اللي هي بديهية. يعني لما نحن نوصل على الحملة يوصلنا اتصال بأنه المرأة واقفة على باب المستشفى مش قادرة، وابنها بوضع خطير مش قادرة تفوته على المستشفى، المعاناة عم بتكون عم بتصيبهم بصميم حياتهم، عم بتصيبهم بصحتهم، عم بتصيبهم بحاجاتهم الأساسية اللي هي العمل والتعليم وغيره، اللي هي الحقوق الأساسية اللي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي لبنان موقع على كافة هذه الاتفاقيات. ولكن مثل العادة لبنان يوقع بياخد صورة ومنمشي من 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 منودع وبنحط كل شيء على الرف وبيرجعوا على لبنان، ما في أي موائمة لأي قوانيننا اللي هي بالية قوانين مجحفة بما يتوائم مع هذه الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية لكل إنسان. أولاد المرأة اللبنانية أو أسرتها للمرأة اللبنانية إنه بمحلات، مش بس عم نحكي عن تنقلات خارجيا، يعني حتى بقلب البلد، البلد ذاته اللي هن خلقانين فيه اللي هن أمهم لبنانية اللي هي أمهم اللي بتحمل الجنسية اللبنانية اللي هي مواطنة لبنانية، بالتنقلات في محلات ما فيها تكون إنه عم تقطع، بيقولوا إنه بتقطع إلا بدها تقطع لوحدها، بينما أولادها ما فيهم يقطعوا، زوجها ما فيهم يقطعوا بحكم إنه أجانب ولازم لهم إذن وأذونات وتصاريح وغيرها. حتى بقلب البلد اللي هن اختاروا يكونوا عايشين فيه، اختاروا أنهم ينتموا يكونوا منتميين لإله لهيدا البلد اللي بعده ما اعترف بمواطنيتهم بأنه يمنحهم الجنسية، ما بيقدروا يكونوا عم يتنقلوا على كافة الأراضي اللبنانية. ما لحقت أليسار تخبركن عن قصص إنه لما بدها تكون فايتة على المطار إنه هي بدها تكون عم تدخل من ممر وابنها أو بنتها اللي الصغيرة اللي عمرهم كان عندها صار ولدين أليسار ما بيقدروا يكونوا عم يدخلوا من نفس الممر لأن في جوازات للأجانب وجوازات للبنانية، وأولاد المرأة اللبنانية هن دائما يعتبروا أجانب بحكم إنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية، حتى لو كان العمر عمر الطفل بالأشهر أو بال أيام، ففي ما فيها بده ينسلخ من حضن أمه تيكون عم يمرق بممر مختلف عن الممر اللي بدها تفوت أمه فيه على بلدها أو تطلع فيه من بلدها. أولاد المرأة اللبنانية وأزواج المرأة اللبنانية بحكم أنهم ما بيحملوا الجنسية اللبنانية المفروض يكون عندهم إقامة شرعية على الأراضي اللبنانية، يعني مش بس هيك أنه مقيمين خلص خلقنا هون وموجودين هون، وعند أي أكيد ما عندهم، إذا ما كان في إقامة شرعية فهيدا كمان بتعرضهم لكثير من الغرامات أو التوقيف أو غيرها أو عدم القدرة أنهم يكونوا عم يتسجلوا أو يخلصوا معاملاتهم بالمؤسسات الرسمية إذا لا يملكون إقامة شرعية. هلأ الإقامة قدرنا حسننا ببعض القصص أنها تكون على 3 سنين أو مجانية، ولكن هيدا عم بيدلوا عبء على أسر النساء اللبنانيات. كل وقت بدنا تجي الأم وأولادها يكونوا تحت ضغط الوراق، ونفس الوراق كل مرة بدهم يقدمون. كل ما بدك تقدم على الإقامة بدك تثبت أنك ابن أم لبنانية، كأن أنت عم نحكي هون عن تجديد الإقامة، حتى بتجديدها كأن أنا لما أخذوا أولاد المرأة اللبنانية الإقامة وعم يرجعوا يجددوها لما انتهت صلاحيتها، كأن بطلوا أولاد أم لبنانية بدهم يرجعوا يثبتوا ويقدموا نفس المستندات إنه أم لبنانية، كأن من 2 أو 3 سنين كانت أم لبنانية وبعد 3 سنين بطلت أم لبنانية. وهيدي الإجراءات دائما بدها تحطهم تحت كتير ضغوطات، يعني استحصال عليها أو استصدارها هي مرتبطة ببلد الزوج، وخاصة إذا كان في أي عوائق أو أي مشاكل أو أي شيء
بتمنع انهم يكونوا عم بيقدروا الوصول لاستخراج هذه الاوراق، فعم بتحطهم كمان تحت وطئه الاقامه غير الشرعيه على الاراضي اللبنانيه لعدم حيازتهم على كافه المستندات المطلوبه. هيدي الاجراءات ما في حل غير انه نكون عم نضمن حق اولاد النساء اللبنانيات ومعاملتهم معامله المثل مع اولاد الرجل اللبناني. نحن كحملة جنسيتي حقنية ولأسرتي اللي هي أول حملة كانت بتنطلق بلبنان وبالدول العربية، الرؤية تاعتنا اللي هي إلغاء كافة أشكال التمييز من قوانين الجنسية اللي هي مجحفة بحق النساء، والدعوة لأجل إصلاح هذه القوانين وتنزيهها من أجل تكريس مبدأ المواطنة الكاملة للجميع بين النساء والرجال. هيدي الحملة بمسارة قدرت غيرت ببعض القوانين في الدول العربية، ولكن في لبنان لم يتم تغيير هذا القانون، وكلنا عم نسمع كتير حجج بالية. أنا صراحة بترفع أن يكون عم سيرة أو أحكي عنها، لأن صراحة هي حتعمل مثل تشويش وتشويه لكتير دعوات من اللي نحن عم نطالب بتغييرها أو تحقيقها، وخاصة أنه من بعد ما كانت الحملة اللي انطلقت من 20 سنة في لبنان والدول العربية، كمان كان في الحملة العالمية، الحملة العالمية اللي هي للمساواة بحقوق الجنسية، الحملة العالمية اللي هي عم تدعي للمساواة بكافة القوانين وإلغاء كل التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي بين النساء والرجال، الحملة العالمية اللي قدرنا رصدنا إنه في تقريباً 25 فقط من دول العالم لم تعدل قوانين الجنسية فيها، ولكن أغلب الدول العالم وخاصة الدول العربية تم تعديل هذا القانون. ليه نحن بلبنان في بلد مندعي هالقد الانفتاح والتطور والتعايش وغيره وغيره، وانه نحن بيروت مدينة الشرائع، ما قدرنا لحد هلا مثل ما شفنا اليسار كانت عم بتقول من ايام 6 1925 هيدا القرار اللي هو صار عمره اكثر، يعني حيصير اكثر من 100 سنة، وبعد ما قدرنا نجد من يشرع ويضع قوانين تعطي الحق، قوانين لبنانية مش موضوعة من أيام لا استعمار ولا انتداب ولا غيره. يعني بيكفي أنه بعدنا بهيدا بال 2022 أو بهذا العصر عم نطالب بأبسط حقوق النساء، أبسط حقوق الإنسان، وهي التمتع بالمواطنة الكاملة، مواطنة مثل ما بيقول الدستور، المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات. ولكن الإجحاف اللي عم بيمارسوه السياسيين والسلطة الظالمة، إن كان بممارساتهم كل يوم بيدعوا شيء وبيطلعوا بينفذوا شيء تاني، منلاحظ إنه بيقولوا ما بدنا نحن نعطي الجنسية لأسباب أسباب أسباب، ومنطلع منلاحظ من تحت الطاولة عم بيتم التجنيس السياسي، التجنيس على أساس أسباب سياسية أو تجارية أو مالية أو غيرها، بينما عم يحجبوا هذه الحق عن النساء أبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن. فهيدا الشيء مرفوض ومش مقبول وما في مساومة عليه، وما في بقى نسمع كلمة مش وقتها أو نحن تحت أزمات أو غيرها أو غير الأزمات أنتوا خلقتوها وأنتوا اللي بتكون تشتغلوا أنكم تترفعوا أو تشيلوها عن هيدا الوطن. ولكن الحقوق غير قابلة لا للتجزئة ولا للمساومة ولا للاستثناء ولا للاستنسابية ولا للمحسوبية، وما حدا بقى يفكر أنه بدنا نعمل حلول مجتزئة، بدنا نعمل حلول مبدئية، بدنا نعمل حلول تخفف. هيدي كلمة تخفف هي مش حالة مرضية وبدنا نعطيها مسكن وتخفف، نقول بدنا نعمل مراسيم أو بدنا نقدم طلبات. حقنا بالجنسية أو حق النساء وأسرهم بالجنسية ما بنحصل عليه إلا بالقانون اللي بيساوي وبينظر للجميع على حد سواء، بدون لا استنساب ولا محسوبية ولا إتجار. ليه القانون ما عم يتعدل بلبنان؟ وين العوائق عم بتكون؟ العوائق هي سياسية بحتة، وما في اي عائق لا دستوري ولا قانوني مثل ما بيدعوا وما بيتحججوا، ولا عائق اجتماعي او غيره، العائق سياسي بحت. ولكن صراحه لم نجد حتى
حتى الآن لم نجد مقاتلين، عم نحكي هون مقاتلين يعني بهالقد عم يحملوا هيدا القانون وعم بيصروا بقلب مجلس النواب أو إن كان بالوزراء أو غيره إنه هيدا بده يكون أولوية، بده ينحط على جدول الأعمال. ما بيكفي نقدم مشروع قانون لمجلس النواب وننتظر إنه أوكي ليحطوه، ومنعرف نحنا قدي الجوارير بتحمل من الأوراق اللي صارت أكل عليها الدهر وشرب، يعني صارت بالية وما أصلاً حبر ما بقى ينقرى بقلبها. فنحنا بحاجة لمناضلين، لمدافعين حقيقيين عن هيدي القضية، وإنهم مش بس يدعون أو يعني على التلفزيون بيطلعوا بيقولولنا بشعارات وغيرها. بدنا نحن ناس حقيقيين بيحملوا قضية اليسار وقضية كل امرأة لبنانية، قضية كل رجل لبناني، قضية كل مواطن ومواطنة لبنانية، لأن الحق هو ما عنده لا جنس ولا لون ولا جنسية أو غيرها، هي قضيتنا كلنا، قضية حقوق إنسان، قضية كل إنسان ممكن يصيبه هيدا الحق أو لا يصيبه. المطلوب ومش عم نشحد حقنا من حدا، وهيدا الحق ما بدون أي منية ولا بدون ما حدا حيعطيه للنساء. المطلوب هو تعديل قانون الجنسية اللبناني وتنزيه القانون ووضع قانون عادل وشامل وكامل يعطي الحق للنساء والرجال على حد سواء، بما يضمن المساواة التامة في منح جنسيتهم لأسرتهم، للأسرة كاملة بدون أي استثناء.